Ares, guy in the sky. Abhishek Kapoor, Kedarnath, 7th December 2018. هلا وغلا. إذا في الفيلم مخرج اسمه أبيشيك كابور اللي سوى فيلم كاي بوتشي وفيلم روكون و روني سكروالا المنتج اللي ينتج أفلام طبعا أفلام ذو معنى وذو قيمة فنية، شو راح يطلع الفيلم هذا؟ سنة 2018 مفعمة بالأفلام الجيدة صراحة، وما أعرف أحس أنها راح تنافس سنة 2012 اللي كانت أيضا جيدة بالأفلام وزاخرة بالأفلام الجيدة. هذا الفيلم راح ينزل في ديسمبر وراح ينزل في شهر في أفلام قوية مثل زيرو مثل سيمبا، وبعد ما ينزل فيلم 2.0 وبعد ما ينزل فيلم تاكز أوف هندستان. فشو راح يكون وضعه وفي داخله سوشانت راجبوت سينغ اللي هو من الممثلين الجيدين في السينما الهندية، وسارة علي خان ابنة سيف علي خان في أول فيلم لها بهذا الفيلم. يعني شو راح يكون هذا الفيلم كيدرنات؟ الفيجوالز كلها تتكلم عن غرق، عن فيضان، وفي مكان بعيد عن المدينة في منطقة جبلية، صورة حلوة ليلية جميلة صراحة. أنا قاعد أشوفها في الإعلان هذا، فأعتقد إعلان تيزر قوي، وأعتقد بيكون واحدة من الأفلام المهمة اللي راح تنزل هذه السنة. بس ما أعرف شو أقول، يعني أنا اندمج صراحة مع الفيجوالز جدا جميلة، المناظر جدا رائعة، شكل الفيلم بيكون من الأفلام المهمة هذه السنة. هذا كل ما لدي على هذا الفيلم، وانتظروني بكرة او بعد يعني بالكثير بكره وبعد بكره في اعلانات قويه راح تنزل. زيرو راح ينزل و 2.0 راح ينزل، وبعد اسبوع راح ينزل فيلم تاكز اوف هندستان. فخلوكم معي على قناتي حمد سيف الريامي، لا تنسون طبعا سبسكرايب لايك شير كومنت. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.